السلام عليكم، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. تطرقنا في الفيديو السابق إلى حل التمرين الأول لسلسلة الأشعة والإحداثيات، وفي الفيديو الذي قبله تطرقنا إلى حل التمرين الأول لسلسلة الحركيات. في هذا الفيديو سنتطرق إلى حل التمرين الأول من سلسلة التحريك. التمرين الأول يتحرك جسيم ام كتلته ام على سطح كرة نصف قطرها ار عند اللحظة تي تساوي الصفر. ينطلق الجسم بدون سرعة ابتدائية، معناها ان سرعة الجسم في هذا الموضع الذي هو ام صفر هي تساوي صفر، يعني في صفر يساوي صفر. ينطلق الجسم بدون سرعة ابتدائية. ملاحظة، نص التمرين عليك ان تقرأه بتمعن، خاصة في تمارين تحريك. من الموضع ام صفر نفرض ان مقاومة الهواء مهملة، يعني لا توجد احتكاكات. باستعمال المعلم الذاتي، يعني المعلم الذاتي يعني انك ستستخدم اشعة المعلم الذاتي اي تي و اي ان. ارسم جميع القوى المؤثرة على الجسم ام، اكتب المعادلات التفاضلية للحركة، اكتب السرعة في لتيتا بدلالة الزاوية تيتا. ما هي الزاوية التي يغادر بها الجسم سطح الكرة؟ حل هذا التمرين هو كالتالي. اولا نرسم القوى. قوة الاحتكاك مهملة، نمثل اولا اشعة الوحدة للمعلم الذاتي التي هي اي تي الذي يكون مماسيا للمسار، واي ان يكون نحو تقاعر المسار. ثم لدينا القوى التي تؤثر على الجسم، هي قوة رد الفعل وتكون عمودية على المسار. أما قوة الثقل فتكون تشاقولية نحو الأسفل، موجهة نحو مركز الأرض. وإليكم التمثيل في هذه الصورة. يعني لدينا هنا N الذي هو رد الفعل الناظمي، ولدينا هنا بي التي هي قوة الثقل. أما قوة الاحتكاك فهو قال لك في نص التمرين قوة الاحتكاك مهملة لأن مقاومة الهواء مهملة. المعادلتين التفاضليتين للحركة. الآن قبل الشروع في كتابة المعادلتين التفاضليتين للحركة، يجب عليك أن تستخرج معلومات من الشكل. ما هذه المعلومات؟ هي إسقاطات القوى، يعني كل قوة تسقطها على محور. مثلا تسقطها هنا على اي ان، والبي هاتي تسقطها على الاي ان، وتسقطها على الاي تي. البي وتراقب الاسقاطات ما ان كانت سالبة او موجبة. وهنا لدينا عندما نسقط البي على الاي ان ماذا نجد؟ البي على الاي تي، عندما نسقط البي على الاي تي ماذا نجد؟ بي تي يساوي بي سينوس تيتا، يساوي بي سينوس تيتا، ويساوي ام جي سينوس تيتا. يعني على المحور المماسي المركبة بي تي تساوي بي سينوس تيتا، ويساوي ام جي سينوس تيتا. هنا بي ان على المحور، بي على المحور الناظمي تساوي بي كوس تيتا، ويساوي ام جي كوس تيتا. يعني المركبتان موجبتان، لأنك عندما تسقط رأس هذه القوة، عندما تسقط رأسها هكذا، سترى بأن الإسقاط يكون رأسه موجه في نفس اتجاه اي ان. وهنا أيضا ترى بأن رأس الإسقاط سيكون موجها في نفس اتجاه اي تي، ولهذا الإسقاطات ستكون موجبة. هنا ان تي يعني إسقاط رد الفعل الناظمي على المحور المماسي. القاعدة تقول إسقاط رد الفعل الناظمي على المحور المماسي دائما صفر. هنا الناظم عندما تسقطه تجد نقطة، عندما تسقط هذه القوة على المحور المماسي تجد بأنها نقطة، معناها صفر. NN يعني إسقاط القوة الناظمية أو قوة رد الفعل الناظمية على المحور N، سترى بأنها معاكسة للمحور EN. إذا نضع إشارة سالبة، يعني ان ان يساوي ناقص ان. كل قوة معاكسة لشعاع الوحدة نضع بجانبها، بجانب اسقاطها، اشارة سالبة.
والإشارة السالبة لا تدل على أن القوة سالبة، بل تدل بأن القوة إسقاطها سالب على محور الحركة. لاستخراج المعادلات التفاضلية للحركة في التحريك نلجأ دائما لتطبيق القانون التالي لنيوتن المعروف بالمبدأ الأساسي للتحريك، وهو كالتالي: المجموع الشعاعي للقوى الخارجية يساوي الكتلة ضرب تسارع مركز العطلة. لدينا قوتان تؤثران على النقطة المادية، هما بي و ان يساوي ام جاما على المحور المماسي. الإسقاط على المحور المماسي، نجد بأن بي كم وجدناها على المحور المماسي؟ وجدناها ام جي سينيس تيتا، وان ان وجدناها بأنها صفر، إذا لا نكتبها، يساوي ام جاما تي، يعني نتعامل مع المحور المماسي، يعني ام جاما تي، يعني يصبح التسارع تسارعا مماسيا. الآن التسارع المماسي ماذا يساوي؟ التسارع المماسي معروف بأنه يساوي مشتق طويلة شعاع السرعة بالنسبة للزمن. هنا عندما أضع لك دي في على دي تي من دون وضع شعاع، عندما أضع في فقط ولا أضع شعاع، معناه أنني أقصد الطويلة ولا أقصد شعاع السرعة، أقصد طويلة شعاع السرعة وليس شعاع السرعة. عندما أضع في فقط ولا أضع فوقها شعاع، يعني في وكأنها قيمة، يعني إذن طويلة السرعة وليس شعاع السرعة. إذن التسارع المماسي هو مشتق طويلة شعاع السرعة بالنسبة للزمن. هنا ام جي سينيس تيتا يساوي ام دي في على دي تي. الغاية من إيجاد المعادلة التفاضلية هي إيجاد التسارع، إذن نقوم باختزال ام، تصبح لدينا دي في على دي تي يساوي جي سينيس تيتا. قمنا بقسمة الطرفين على ام لجعل معامل المشتق يساوي واحد، تصبح لدينا دي في على دي تي يساوي جي سينيس تيتا. هنا على المحور الناظمي، على المحور الناظمي وجدنا بأن لدينا قوتان، القوتان إسقاط قوة الثقل ما هو؟ هو ام جي كوس تيتا. على المحور الناظمي هو ام جي كوس تيتا. إسقاط قوة رد الفعل على المحور الناظمي هو ناقص ان، نضع ناقص ان، ثم هنا يساوي ام جاما ان. جاما ان ماذا يساوي؟ يساوي جاما ان التسارع الناظمي يساوي تربيع طويلة شعاع السرعة مقسوما على نصف القطر او مقسوم على نصف قطر الانحناء، يعني تصبح لدينا جاما ان يساوي في مربع على ار. تصبح لدينا هنا ام جي كو ام جي كوس تيتا ناقص ان يساوي ام في مربع على ار. نقوم بقسمة الطرفين على ام، تصبح لدينا جي كوس تيتا ناقص ان على ام يساوي في مربع على ار، ونكون قد تحصلنا على المعادلة التفاضلية للمحور الناظمي. وإذن تحصلنا على معادلتين تفاضليتين، المعادلة التفاضلية الأولى هي دي في على دي تي يساوي جي سينيس تيتا، على المحور الناظمي جي كوس تيتا ناقص ان على ام يساوي في مربع على ار. يمكنك تغيير الطرفين هنا، تجعل تكتب في مربع على ار هي الأولى لأن المساواة تبديلية، تصبح لديك في مربع على ار يساوي جي كوس تيتا ناقص ان على ام، وأنت لك الخيار. ننتقل إلى السؤال الموالي. السؤال الموالي يقول لك اكتب السرعة في لتيتا بدلالة الزاوية تيتا. إذن لاستخراج عبارة السرعة المذكورة أعلاه نستخدم المعادلة التفاضلية للمحور المماسي، حيث لا يمكننا استخدام المعادلة التفاضلية على المحور الناظمي لأن رد الفعل الناظمي مجهول، يعني لا يمكنك استخدام معادلة تفاضلية بها مجهول، هذا أمر غير معقول، يعني استخدام معادلة تفاضلية تحتوي على مجهولين لتعيين أحد المجهولين، هذا أمر غير منطقي. يجب عليك استخدام معادلة تفاضلية بها كل المقادير معلومة للحصول على مجهول طلب منك من خلال هذه المعادلة التفاضلية. للحصول على عبارة السرعة نقوم هنا استخدمنا المعادلة التفاضلية للمحور المماسي دي في على دي تي يساوي جي سينيس تيتا، يعني استخدمنا المعادلة التي يوجد فيها السينيس، يعني
لا تستخدم، إذا قال لك عين السرعة فيديو تيتا بدلالة الزاوية تيتا، لا تستخدم المعادلة التي يوجد فيها رد الفعل. هنا المعادلة الثانية موجود فيها رد الفعل، إذن لا نقوم باستخدامها، نستخدم المعادلة التفاضلية التي لا يوجد فيها رد الفعل. هنا للحصول على عبارة السرعة نقوم بمكاملة عبارة التسارع التي هي المعادلة التفاضلية أعلاه، ولكن لدينا متغيران وهما الزمن والزمن تي والزاوية تيتا. ماذا يقصد هنا؟ أنت لديك هذا المتغير في الفيزياء، لديك المتغير تي يعني وهو الزمن، ولكن هنا أيضا تيتا هي متغير وهي الزاوية. إذا لدينا متغيران لا يمكننا التكامل، إجراء تكامل، إلا بحذف أحد المتغيرين والإبقاء على متغير واحد، ولهذا نقوم بحذف أحد المتغيرين الذي هو الزمن. يعني أنت ستحذف الزمن، كيف ستحذف الزمن من هذه المعادلة؟ سنحذف الزمن من هذه المعادلة بضرب طرفين في دي تيتا والقسمة على دي تيتا. هنا نضرب في الكسر دي تيتا على دي تيتا، تصبح لدينا هنا دي تيتا على دي تيتا في دي في على دي تي يساوي جي سينيس تيتا في دي تيتا على دي تيتا. هنا دي تيتا على دي تيتا تحذف، لأن دي تيتا على دي تيتا هي واحد، تبقى في الطرف الأول، لها معنى، يتبادل الزمن في المقام دي تيتا مع دي تيتا، دي تيتا مع دي تي، يتبادلان الأطراف، تصبح لدينا هنا يتبادل دي تي مع دي تيتا في الطرف الأول ويختفي من الطرف الثاني، ويختفي دي تيتا على دي تيتا من الطرف الثاني لأنه يساوي الصفر، لأنه يساوي الواحد عفوا، لأنه يساوي الواحد عفوا، لأن دي تيتا على دي تيتا هنا تساوي واحد، لكن هنا لها معنى آخر، حيث يتبادل دي تي، حيث يتبادل دي تي مع دي تيتا، فتصبح لدينا كالتالي، تصبح المعادلة كالتالي، دي تيتا على دي تي في دي في على دي تيتا يساوي جي سينيس تيتا. هنا اختلف الأمر، دي تيتا على دي تي في دي في على دي تيتا يساوي جي سينيس تيتا. هنا تصبح لدينا دي تيتا على دي تي تساوي تيتا بوان وتساوي في على ار، تصبح لدينا في على ار في دي في على دي تيتا، يعني قمنا بتعويض دي تيتا على دي تي، قمنا بتعويضها ب في على ار، تصبح لدينا في على ار في دي في على دي تيتا. نقوم بضرب الطرفين في الوسطين، تصبح لدينا في في دي في، نقوم بالضرب هكذا يعني مقص، تصبح لدينا هنا ار دي تيتا تضرب في الطرف الثاني، تصبح في دي في، في في دي في يساوي ار جي سينيس تيتا في دي تيتا، لان هاتي ايضا دي تيتا تضرب في الطرف الثاني، تصبح في دي في في يساوي ار جي سينيس تيتا في دي تيتا. الان نقوم بمكاملة المعادلة كالتالي، يعني بعد ان اصبح لدينا المتغير هو تيتا فقط، يعني اصبحت كل المعادلة بتيتا، تصبح لدينا بإمكاننا التكامل. إذا نقوم بمكاملة الطرفين، عند مكاملة الطرفين نضع الحدود التكامل، من هنا في، في دائما تكاملها من في صفر إلى في، وهنا ار جي، ار جي تكامل سينيس تيتا في دي تيتا، يعني تكامل سيكون من القيمة الابتدائية إلى القيمة اللحظية، القيمة الابتدائية إلى القيمة اللحظية، حيث بأن هاتي بأن الثوابت تخرج دائما من تحت التكامل، تلاحظ بأن R و G ثابتان، إذا نقوم بإخراجهم من تحت التكامل، تصبح لدينا هنا تكامل V دي V يساوي R G في تكامل سينوس تيتا في دي تيتا، حدود التكامل لتيتا هي تيتا صفر إلى تيتا، وحدود التكامل لV هي من V صفر إلى V. بعد التكامل نحصل على التالي، تكامل في دي في هو تكامل شهير وهو في مربع على 2 يساوي ار جي، نكتب الثابت كما هو ار جي في تكامل السينيس. تكامل السينيس ما هو؟ هو ناقص كوس، تكامل السينيس هو ناقص كوس، يجب ان تحفظ التكاملات ومشتقات الدوال المثلثية.
الحذر طم الحذر، تصبح لدينا هنا في مربع على 2 ناقص في صفر مربع على 2. قمنا بتعويض، هنا لدينا في مربع على 2، نقوم بالتعويض مرة بفي، نقوم بالتعويض مرة بفي ناقص تعويض الفي صفر، يعني نقوم بتعويض مرة في 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 الكسر، في هذا الكسر نقوم بالتعويض بفي ناقص التعويض بفي صفر، في مربع على 2 ناقص في صفر مربع على 2 يساوي ار في جي في، نفتح العارضة ناقص كوس تيتا، ناقص لا تنسى الإشارة السالبة لقانون التكامل، ناقص يعني يقول لك قانون التكامل أن تعويض الحد الكبير ناقص تعويض الحد الصغير. هنا قمنا بتعويض الحد الكبير الذي هو الحد العلوي اللي هو في، في في التي توجد فيها سرعة، يعني السرعة فيها موجودة لكن في صفر السرعة غير موجودة، يعني تعويض الحد النهائي ناقص تعويض الحد الابتدائي، تصبح لدينا هنا في مربع على 2 ناقص في صفر مربع على 2 يساوي ار جي، نفتح العارضة ناقص كوس تيتا، قمنا بتعويض تيتا في الكوس ناقص، يعني ناقص هذه إشارة سالبة للقانون، نفتح قوس ناقص كوس تيتا صفر، نغلق القوس نغلق العارضة. لدينا في الشروط الابتدائية في صفر يساوي صفر وتيتا صفر يساوي الصفر، نقوم بالتعويض، نقوم بالتعويض هنا بصفر، نقوم بالتعويض هنا بصفر وهنا بصفر، تصبح لدينا صفر مربع على 2 هي صفر، وتصبح لدينا هنا تصبح لدينا هنا صفر مربع على 2 وهي صفر يساوي ار جي في ناقص كوس تيتا ناقص ناقص كوس صفر، يعني كوس صفر وكوس صفر يساوي واحد، تصبح لدينا هنا في مربع على 2 يساوي ار جي، نفتح قوس ناقص كوس تيتا ناقص، نفتح القوس ناقص واحد، نغلق القوس، تصبح لدينا هنا في مربع على 2 يساوي ار جي في واحد ناقص كوس تيتا، يعني هنا اصبح الواحد هذا اصبح موجب لان به اشارتان سالبتان، تصبح نقوم بكتابة الحد الحد الذي اشارته موجبة هو الاول، يعني هنا تصبح زائد واحد وهنا ناقص كوس تيتا، يعني هنا تصبح لدينا واحد ناقص كوس تيتا، اذا في مربع على 2 يساوي ار جي في واحد ناقص كوس تيتا، تصبح لدينا هنا بضرب الطرفين في الوسطين تصبح في مربع، في مربع يساوي 2 ار جي في واحد ناقص كوس تيتا، ونحن نريد حساب في، يعني عبارة في، اذا عبارة في ما هي؟ هي جدر، جدر في مربع، وهي جدر في لتيتا يساوي جدر 2 ار جي في واحد ناقص كوس تيتا، وهي عبارة في لتيتا المطلوبة في التمرين، الزاوية التي يغادر بها الجسم سطح الكرة. هنا يجب عليك التركيز، لكي يغادر الجسم سطح الكرة، كيف يمكن للجسم أن يغادر سطح الكرة؟ يغادر الجسم سطح الكرة، يعني ينفصل الجسم عن سطح الكرة، ما هو المقدار الفيزيائي الذي يساوي الصفر؟ المقدار الفيزيائي الذي يساوي الصفر هو رد الفعل الناظمي، يعني أنت تضع رد الفعل الناظمي يساوي الصفر وتقوم بحل المعادلة. إذن في هذا السياق نحتاج إلى عبارة رد الفعل الناظمي، إذن نستخرج عبارة رد الفعل الناظمي من المعادلة التفاضلية للحركة للمحور الناظمي الذي هو لتحديد الزاوية. الزاوية أولا علينا تحديد عبارة رد الفعل الناظمي، ولهذا نستعمل المعادلة التفاضلية للمحور الناظمي وهي جي كوس تيتا ناقص ان على ام يساوي في مربع على ار، إذن ان على ام يساوي جي كوس تيتا ناقص في مربع على ار، إذن ان ماذا يساوي؟ يساوي ام مضروبة في جي كوس تيتا ناقص في مربع على ار، الفي هاته
هي هي السرعة، هي هاتشي السرعة، نقوم بتربيع يعني نحن سنستخدم هاتشي العبارة التي هي 2 ار جي في 1 ناقص كوس تيتا، نقوم بوضعها هنا 2 ار جي في 1 ناقص كوس تيتا مقسومة على ار، يختزل الار مع الار تبقى لدينا 2 في 1 ناقص كوس تيتا، تصبح لدينا هنا ان يساوي ام جي كوس تيتا. نقوم بتوزيع الام، نقوم بتوزيع الام وتوزيع 2 وتوزيع هاتي الاثنان، يعني توزيع الام تدخل هاتي الام على الجي تصبح ام جي كوس تيتا، والام هاتي تضرب ايضا في 2 تصبح 2 ام جي، ثم 2 تصبح لدينا هنا 2 ام جي، هنا عفوا نسيت جي فقط فقبل هذا القوس، هي 2 ار جي، هي 2 ار جي وليس 2 ار، هنا لدينا 2 ار جي وليس 2 ار، تصبح لدينا هنا ام نفتح العارضة جي كوس تيتا ناقص 2 ار في 1 ناقص كوس تيتا على ار، تختفي الار مع الار اختزال، تصبح لدينا ان يساوي ام جي كوس تيتا ناقص 2 ام جي زائد 2 ام جي كوس تيتا، يعني توزيع الام وزعنا الام على جي كوس تيتا ثم وزعناها على 2 ار جي، هنا جي موجودة جي وزعناها على 2 ار جي، تصبح لدينا هنا ان يساوي 3 ام جي كوس تيتا ناقص 2 ام جي ويساوي، يعني عندما نستخرج ام جي عامل مشترك تصبح لدينا ان يساوي ام جي في 3 كوس تيتا ناقص 2، وهي عبارة رد الفعل الناظمي، الزاوية التي يغادر بها الجسم سطح الكرة. اتفقنا في البداية أن شرط مغادرة الجسم السطح الكروي هو أن يساوي صفر، معناها رد الفعل الناظمي يساوي صفر، إذا نضع عبارة رد الفعل الناظمي تساوي صفر، وهي ام جي في 3 كوس تيتا ناقص 2 يساوي صفر، إذا ام جي ثقل الجسم لا يمكن أن يكون يساوي صفر، إذا ثقل الجسم مستحيل يساوي صفر، إذا ام جي لا تساوي صفر، إذا قطعا قطعا فإن 3 كوس تيتا ناقص 2 تساوي صفر، إذا نستخرج كوس تيتا 3 كوس تيتا يساوي 2، إذا كوس تيتا يساوي 2 على 3، إذا كيف نستخرج الزاوية؟ إذا تيتا يساوي 48.18، لاستخراج الزاوية انطلاقا من الحالة الحاسبة مهما كان نوعها، مهما كان نوع الآلة الحاسبة فإنك تضغط على شيفت ثم نضغط على كوس ثم نكتب 2 على 3، نغلق القوس ثم نضغط على تساوي فتظهر معك الزاوية 48.18 درجة، ولتحويلها إلى الراديان إذا أردت تحويلها إلى الراديان نضربها في الرقم 3.14، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، فقط لا تنسوا هنا وضع ما نسيته، هنا انا لم اضع الار، هنا 2 ار جي في 1 ناقص كوس تيتا، هنا 2 ار جي في 1 ناقص كوس تيتا وليس 2 ار في 1 ناقص كوس تيتا، عليكم الحذر فقط، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.